ماتت أمي وأوصتني بزيارة قبرها وذبح أضحية لها سنويا وأنا راتبي ضعيف، فما حكم هذه الوصية؟ الوصية غير واجبة غير ملزمة، والزيارة أيضا غير واجبة. إذا تمكنت من الزيارة تسلم عليها وتدعو لها طيب، إذا تمكنت من ذبح الأضحية لها تذبح الأضحية لها هذا شيء طيب، وإذا لم تتمكن هذا شيء غير واجب. نعم، والدعاء مبذول، تدعو لها في أي مكان ولو ما زرتها، ولو لم تضحي لها تدعو لها وتكثر لها من الدعاء، وهذا متيسر ولله الحمد في أي مكان. نعم.